أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعا ووضع والسماء رفع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار
رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج أبي أي